السلام عليكم اخواتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه والسلامه يا رب. اليوم ان شاء الله غنشوفوا مع بعضياتنا البريوش وغندير فيه الكريم باتيسير، وهذا البريوش غادي يكون سائل وغادي يكون في حجم عائلي ان شاء الله بحول الله، يعني كيكون سريع وكيف ما تنقولوا ما فيهش قوه تكراس وتشكيل، وهذا كيكون سريع خصوصا الى جونا الضيف على غفله، وكيكون حجم عائلي بالنسبه للاسره الا كانت اسره كبيره مجموعه فممكن نديروه شكل واحد ونقطعوه كل واحد ياخذ طريف او مورسو. بسم الله على بركة الله. عندنا هنايا بالنسبة للعجين عندي جوج كؤوس ديال كأس العنبة ديال الدقيق الفورس، أنا خديت هاد العبار ديال هاد الكأس ديال العنبة، خديت هنا جوج كؤوس ديال الدقيق الفورس أو دقيق الحلويات ولا فارينة، هنا نص كاس ديال السكر سنيدة، نص كاس ديال الزيت نباتية، عندي هنا معلقة كبيرة غناخد ديال الخميرة حبيبة أو الخميرة الفورية، غناخد معلقة واحدة كبيرة، هنا عندي خمارة ديال الحلوى، وعندي هنا سكر فانيلا، واللي ما عندوش سكر فانيلا ممكن يدير قشور البرتقال ولا قشور الحمض فحتى هما تينكهو تيعطوا النكهه لهاد البريوش. عندنا هنا بيضه وحده غنحتاجها في العجين، وبيضه ان شاء الله غادي تستعملها في الدهن العجين ان شاء الله بحول الله. عندي هنا بخصوص الكريمه عندي نصف لتر ديال الحليب، وعندي هنايا كريمه ديال الباتيسير غبره بودره، واللي ما عندوش ممكن يحضرها في المنزل ديالو، وعندي هنا جوج معالق ديال سكر سنيده. بسم الله على بركة الله. أول حاجة غادي نديرها، أول حاجة غادي نديرو أخواتي وأنني غادي نحضر الكريمة، حيت خاصها تبرد نصوبوها ونحطوها تبرد جانبا. بسم الله، عندنا نصف لتر ديال الحليب، أنا خديت هاد الكريمة اللي من السما بالفانيلا، واللي عنده الحامض ممكن يستعمل حتى اللي من السما بالحامض فحتى هي تجي مزيانة، فهي كتكون بودره هكا كتكون تسهل علينا العمل. وكيف ما سبق لي اللي قلت لكم اللي ما عندهاش ممكن تحضرها في المنزل بالحليب والنشا وبهذا وباصفر البيض. كيف ما تشوفوا عندنا هنايا خديت المعلقه الاولى، المعلقه الثانيه، وتكون عامره هكا كيف ما شفتوها، يعني بحال كنقولوا ثلاثه المعالق، حتى انا عندي المعلقه واخا كبيره كيف ما تشوفوا فهي ما غارقاش وما كبيراش بزاف. من ناحية السنيدة أنا غناخذ جوج معالق ديال السكر سنيدة، غنديرو الإناء ديالنا غنحركوه بعدا حتى تذوب لينا هاد كيف ما كتعرفوا النشا، ولا ملي كنكونو كنخدمو بالنشا ولا بهاد البودرة ديال الكريم باتيسير وحكت فيهم حتى هما النشا تتهبط لينا في القاع ديال الإناء، نحركوهم حتى يتندمجو مع بعضياتهم ونحطوهم على النار وحنا تنحركو فيهم حتى يعقد لينا الخليط ديالنا. كيف ما كتشوفوا كنديروا الخليط ديالنا على النار صافي، وكنبقاو نحركوا فيه، ضروري ما نوقفوش من التحرك باش ما يلصقش لنا في القاع ديال الاناء صافي، حتى يولي الخليط ديالنا ثقيل. كيف ما شفتوا صافي وتبدا تطبخ لينا هكا ني صافي، هذا هو القوام، غنحطوها جانبا مازال غادي تبرد وغادي تقبط لينا في راسها ان شاء الله. صافي كنطفيو على دابا النار، من بعد ما سالينا من الكريمه حطيتها انا تبرد، ضروري الكريمه ما تبرد، و الا كنتو زربانين بها ممكن تدخلوها للثلاجه، انا حطيتها غير في البالكو تبرد، وغادي نبدا ان شاء الله في تحضير العجين. العجين غتجي سائله، ممكن تخدموها غير بالطراب يدوي او الكهربائي، وممكن ديروها حتى في العجانه هكا، انا غنفضل نديرها في العجانه هكا. بسم الله على بركه الله. عندنا هنا نص كاس ديال الزيت، عندنا نص كاس ديال السكر سنيده او سكر الحبيبات، عندنا كيس ديال سكر فانيلا، عندنا هنا رشه ديال الملحه غير شويه ديال الملحه، نضيفو كاس ديال الحليب يعني نفس الكاس اللي حنا تنعبرو به كاس العنبه صافي، غنخلطو هاد العناصر مع بعضياتهم ان شاء الله، نبداو نضيفو في الدقيق حتى هو. من بعد ما طربت هاد الحليب والزيت وهذا مع بعضياتهم دابا ان شاء الله غادي نضيفو معلقه كبيره ديال كما تشوفوا معلقه كبيره ديال الخميره الخبز او الخميره الحبيبات،
خماره ديال الحلوه صافي. ونبداو نضيفو في الدقيق تدريجيا وحنا تنخلطو. من بعد كنجيبوا واحد الاناء هكا طاوه ولا قالب اللي ندهنوه بالزبده ونرشوا عليه شويه الدقيق. انا درت شويه دقيق الفينو كيف ما دائما تنقول لكم، انا تنفضل ندير دقيق الفينو اولا السميده الرقيقه عوض الدقيق الابيض اللي هو دقيق الفورس. هذا هو القوام ديال العجين ديالنا كيف ما تشوفوا. نحاولوا نمشوها يعني في القالب كامل. من بعد ما قاديت العجين ديالي في القالب كيف ما تشوفوا، واخا ما تجيش مقاده من الجناب من هكا نيا، راه كيف ما كتعرفوا العجين البريوش راه ملي تتخمر فهي تتقاد راسها. هنا كنجيب ديك الكريمه ديالتي ديال كريم باتيسيير من بعد ما بردات كيف ما تشوفوا، فانا درتها في القالب هكا ضروري تخلوها حتى تبرد بسم الله. ونبداو نحطوا فيها بشكل عشوائي، ممكن تهزوها غير بالمعلقه وتحطوها هكا كويرات. انا غنديرها بهذا الشكل هكا حلزوني، واخا الحلزون عندي كيتقطع ماشي مشكل. نعاود نمشي فوق منها ماشي مشكل، كتجي هائله بهاد الكريمه. نخلوها نحطوها جانبا ونخلوها تختمر. كيفما كتعرفوا فالعجين ديال البريوش ضروري ما يخمر. غنجيب لها واحد الورق ونغطيها باش تختمر لينا. هنا ما غاداش ندهنها بالبيض، هذوك الجوانب اللي غيبقاو لينا بيضين ديال العجين ما ندهنهمش دابا حتى تختمر لينا العجين ديالنا ان شاء الله. نغطوها هكا ونحطوها فواحد الجانب هنا في المطبخ حتى تخمر لينا ان شاء الله. صافي وندهنوا ليها الوجه ان شاء الله باش ندخلوها للفرن. هنا من بعد ما اختمرت لينا العجين ديالنا انا خليتها غير 10 دقائق، الوقت اللي كنغسلوا فيه الاواني اللي حنا استعملناهم في عمليه العجن، يعني 10 دقائق كافيه مع دابا الحال سخون. هنا شدينا البيضه خديت الابيض ديالي عزلته خديت غير الاصفر درت فيه شويه ديال الخل صافي. كنخلطوا هكا كندهن به هاد البلايص اللي تيبقاو لينا تيبانوا هنا وما نوركوش عليهم بزاف. كيف ما كتعرفوا فالعجين عندنا سائله ما تكوش عليها باش ما تنزلش لينا من الخميره. من بعد ما تتخمر لينا فحنا ما تنوركوش عليها، اللي مشينا تورقنا عليها او ضغطنا عليها بزاف بالجهد ولا بهذا فهي غادي تنزل لينا في الخميره. صافي تندهنوا هاد البلايص اللي تيبان لنا ديال العجينه هنايا ما بين الكريمه. الفرن انا سخنته على 180 درجه، ضروري الفرن ما يكون سخون. صافي وكتدخلوها نار تكون متوسطه، يعني بحال كطيبوا الكيك عارفين البريوش حتى هو تيطيب بحال شكل الكيك، يعني كيطيب على نار مهيله والنار تكون غير من تحت القالب، يعني من تحت السينيه ولا من تحت الطاوه، يعني ما ديروش لها النار من الفوق باش ما يتحمرش لها الوجه وتبقى لكم معجنه من الداخل. يعني طيب غير على النار تكون من تحت صافي وندخلوها طيب
على 180 درجة، فهي كيفما شفتو كتجي سريعة هكا، هي ما فيهاش الوقت بزاف. وحتى في عملية الخميرة، فحنا خلينا غير 10 دقائق ديال الخميرة، الوقت اللي غسلنا فيه حنا الأواني. ممكن الوقت، هاد الوقت نتوما اللي تدخلوها دابا الطيب، يعني توجدوا فيه اتاي او القهوة اللي غادي نترافقوه معاها، خصوصا الا جاوكم هكا ضياف على غفله. كما كتعرفوا حنايا يعني على ابواب فصل الصيف، يعني هو الفصل ديال كما كنقولوا ديال الضياف ديال العرادات هكا، فيها ناس نوعوا في الطبله، يعني مسمان، بغرير، حرشه، كيكه. فحتى هاد البريوش يعني نحاول نوعوه في الطبله هكا، يكون منظر عاطي للعين، وفي نفس الوقت ما يخرجش لنا الوقت، ويخرج لنا كميه كما شفتوها انا بحال الخبزه هكا غادي نحطوها. صافي صافي، انا غندخل القالب ديالي الفرن ان شاء الله. من بعد ما خرجنا البريوش ديالنا من الفرن، فاحنا غنخلوها حتى تبرد. كيف ما كتشوفوا فهي كتكون طريه ما شاء الله، نخلوها حتى تبرد ان شاء الله، عاد باش نزولوها من هذا الصينيه اولا الاناء اولا القالب اللي حنا درناها فيه ودخلناها الفرن، نخلوها حتى تبرد ان شاء الله، عاد باش نقطعوها بالاشكال اللي بغينا. غير تدفى واحد شويه، تقريبا واحد 5 دقائق هكا ولا 10 دقائق، غير تدفى لينا، شوفوا الشكل ديالها كيف تيجي ما شاء الله. كيف ما قلت لكم النار تكون من التحت حتى طيب لينا، هي تتنفخ غتنفخ وغادي طيب ان شاء الله، وتنضج يوليو الجناب ديالها يبانوا لكم حمرين، وتولي حتى هي قاصها واحد شويه. صافي، وتعطوها النار من الفوق كيف ما شفتوا، تحمروا لها الوجه ديالها باش كتجي هكا عاطيه هاد اللون هكا وهاد المنظر هكا حلزوني. صافي، انا غنخليها تبرد ان شاء الله، ونقطع معكم مرصو باش نوريها لكم ان شاء الله من الداخل. وهذا هو الشكل ديال البريوش ديالنا من بعد ما بردات تماما كيف ما تشوفوا، خليتها حتى بردات، عاد بزلتها من زولتها من القالب كيف ما كتشوفوا، كتجي محمره من التحت من جميع الجوانب. صافي، نقطع لكم مرصو باش تشوفوها، فهي كتجي لذيذه كما قلت لكم، كتجي هكا عائليه. كيف ما تتشوفوا الشكل ديالها، كتجي ديك الكريمه كيف ما تتشوفوا، ديك الكريم باتيسير هكا، وكتجي محمره من التحت ومن الجوانب، كتجي محمره مزيان، وكتجي العجينه رطبه كيف ما كتشوفوا، يعني البريوش ديالها كيجي رطب وتيجي خفيف كيف ما شفتوا. وحتى المذاق كتجي لذيذه، صدقوني كتجي المذاق لذيذه. بغيت نقول لكم اخواتي قبل ما نقطع الفيديو، انني كنت لقيت اللي هي كانت في الفرن، انا كنت كندير المراجعه للفيديوهات ديال التصوير، ولقيت انني الفيديو اللي صورت فيه ملي كنت كنخلط فيها، فواحد اللقطه اللي انا ضفت البيضه فما تصوراتش، راه كاينه بيضه في في الخليط ديال العجين كما سبقت لي قلت لكم في اول الفيديو، جوج بيضات عندنا، بيضه درناها في العجين وبيضه درناها للدهن او التزيين. فهذا هو البريوش ديالنا اخواتي، نتمنى من البريوش ديال اليوم او الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتنال الرضا ديالكم، والى عجبتكم اخواتي ما تنساوناش من لي جيم ولي بارطاج والتعاليق بطبيعه الحال، وخليت لكم الراحه اخواتي وفي امان الله، وفيديو قادم ان شاء الله في شيوه من شيوات ومحمسه.